بسم الله الرحمن الرحيم. معنا أحد الأطفال المشاركين في هذه التظاهرة عبر أوقفة احتجاجية. الطفل كسميتك؟ خمسة. المستوى الدراسي ديالك؟ الخامس. النادي اللي كانت كاملة؟ إيزو. وشنو سبب الوقفة ديالكم اليوم هنا؟ كنطلب سيدنا نصره الله الرياضي أول باش يدخل ويصفنا. نعم. رئيس الجامعة تعرفه؟ حسا. شنو كتطلب منه؟ باش يرحل. صافي، شكرا جزيلا. معنا كذلك احدى الطفلات اللي غادي هي تعطينا الراي ديالها في هذا الوقفه الاحتجاجيه. كسميتك؟ اي بني علي. المستوى الدراسي؟ السادس ابتدائي. اسم النادي اللي كانت جميلة؟ ايزو. بارك الله عليك. قولي لي الله يخليك، علاش سبب هذا الوقفه هذا؟ جينا باش ندافعوا على الحركه ديالنا، ما داروناش بلاصتنا في الكومبيتيسيون. نعم. وكنطلبوه يعني ما يخرج من الجامعه الملكيه، ما يستحقهاش هذا. نعم. يستحق احد الاخر اللي ما يديرش الفلس. نعم. يعني احنا كاع النوادي اللي ما يديرش الفلس بينا. نعم، شكرا جزيلا. شكرا شكرا. معنا كذلك رئيس الجمعيه سي محمد السطيلي. سي محمد السطيلي في عجاله الله يخليك، قلنا سبب هذا الوقفه. السلام عليكم. السبب هذه الوقفه هذه اللي كنحتجوا على حسب الوليدات، رئيس الجامعه حرم هذه الوليدات اربعه ديال المشاركات اللي حرمهم. نعم. وما عرفناش السبب اللي كيحرم هذه الوليدات. نعم. ودابا اول رياضه واخر رياضه اللي لان انا رجل رياضي. نعم. درت جميع الرياضات وما عمري ما شفت شي رياضه اللي رئيس تاعها ورئيس الجامعه تاعها كيقمع الوليدات. نعم. وحنا الحمد لله شفنا الحمد لله جميع الرياضات ما عمر شي واحد قصانا، وبالخصوص بالخصوص بالخصوص واحد المسؤول. نعم. مسؤول كبير كرئيس الجامعه كيحرم ولاد صغار، واحد عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنه 13 نعم. سنه، واش لا, لا, لا يعقل الانسان كيتحرم هذه الوليدات. على حسب المعلومات ديالنا اللي رئيس الجامعه عنده علاقه مع احد الرؤساء السابقين، ربما بين قوسين هو الذي يسير الجامعه في الكواليس. ما رايك في هذا الاقتراح؟ كل شيء ممكن. نعم. كل شيء ممكن، لان اتصلنا برئيس الجامعه. نعم. كيأكد كيقول في المكالمة الهاتفية ديالو، كيقول إلا ما مشيتش عند رئيس الجامعة رئيس النادي الأسبق لواحد الرئيس كان في علامة كان في 2017 رئيس لواحد النادي سميتو الاتحاد، ودابا الحمد لله أنا هو الرئيس ديالو من 2017، كيقول لك سير عنده ولا ما مشيتش غادي ينتقم منك. ما عرفتش اش الانتقام اللي غادي ينتقم منه، واش غادي ينتقم من الرئيس ولا من الوليدات، لان الرئيس ماشي هو اللي كيكون في البلاصه، كاينه الوليدات هما اللي كيكونوا في البلاصه. واش يمكن نقولوا بلي رئيس الجامعه يضرب في مصداقيه السلطه اللي عطات الاشهاد الاشهاد النهائي؟ بالتاكيد بالتاكيد، ما بدون نقاش بدون نقاش. نعم. لان خير دليل راه كلشي باين، لان السلطه كتعرف بان كاين واحد الرئيس سميتو السلالي محمد، والمندوب سي المندوب ديال المنطقه الشرقيه سي الرافعي الله يكثر خيرو وكنشكروه بزاف. نعم. الف شكر. نعم. راه واقف معنا كيسهر معنا في ليل ونهار وهذا، واقف معنا ما عندنا ما نقولو. نعم. كنعطيو الشابو، ولكن بالنسبه لرئيس الجامعه ما عرفناش، لان الرئيس لان احنا عندنا جوج القطاعات، كان عندنا القطاع الوصي هو الشباب والرياضه، وعندنا واحد الجامعه سميتها الجامعه الملكيه للسباحه. بالنسبه دابا المندوب ديال السي الطالبي والمندوب ديالو كيمشيو مع واحد المكتب، ورئيس الجامعه كيمشي مع واحد المكتب واحد اخر، ما فهمناش. كانت عفوا عفوا عفوا، ماشي مكتب بالنسبه للجامعه، ما كتجيش مع المكتب غير واحد الشخص، شخص واحد ما عنده مكتب، ما عنده ليناجور، ما عنده حتى شي حاجه. نعم. ما عنده حتى شي واحد. دابا الخير دليل، راكم الحمد لله جيتوا وشتوا واش كاين. نعم. سي محمد الله يخليك، كنا طالعنا على واحد الوثيقه ديال السيد الوالي السابق ليفيد ان هذا رئيس الجمعيه هذا منعوا من دخول كافه المسامح، ورئيس الجامعه على علم اطلاع بهذه الوثيقه. نعم نعم نعم، عنده علم وعارف، انا عارف الصغيره وعارف الكبيره، لان
خير دليل، لان عرف لان هي صغير مكالمه هاتفيه واحد صغير في المنطقه، في المنطقه الشرقيه في مدينه وجده. نعم. كيعيط غير المدير المسؤولي كيقول لهم واش كيدخل فلان ولا ما كيدخلش، وما يعاودوا له كل شيء. نعم. لان عرف مساله كبيره بدون نقاش. طيب استني كلمه اخيره باش نهيو هذا الزعل. اسيدي واش غادي نقول لك، انا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، نطلبوا من سيدنا هو اللي يدخل، لان هذا رئيس الجامعه ما بغاش معينا تقريبا. دابا راني في سنه من شهر ثلاثه، وحنا كنتصلوا به بدون جوع، وكنطلبوا من سيدنا هو اللي يدخل، ومن وزير، وثاني واحد هو الوزير الشباب والرياضه. شكرا جزيلا سي محمد السيد على المداخله. شكرا.